أخرج رأسك من النافذة، مفاجأة رائعة بانتظارك. قلبي يقول هذا فخ، لكن ماذا لو كانت المفاجأة هدية أو كعكة؟ أكيد فخ، إلا إذا كانت نحلة بالعسل. أو نحلة بالوجع. مان، لم ننتبه للعنوان. صدقتك عسل يا واترسون. هل تحب الآيس كريم؟ أين اللعب على الكلام؟ لن يتوقف أبداً. صح، إلا إذا فعلنا شيئاً آخر. أين نحن؟ رائحة نفايات. إنه مقفول. استمع إلي. ولكن ما هذا، فلوت؟ هذه كاميرا فيديو. مرحبا يا سادة، هذه العداوة بدأت من هنا وستنتهي هنا أيضا. أمامكما كعكة وداخلها مفتاح، ستتشاركان الكعكة حتى تجدا المفتاح وتتعلما أن المشاركة مفتاح الفرج. 15 دقيقة فقط وتصل الشرطة. لا يوجد أمل برؤية المفتاح قبل 10 دقائق. يا ملك المفاجيع، ماذا خطر لك؟ ماذا؟ لو تقاسمت الكعكة معي كنا خرجنا. لو تقاسمت المكب معي لما كنا فيه أصلاً. ترى أنهما وجدا الحل الآن؟ سألقي نظرة. أسوأ أفكارك وبجدارة. بالعكس، خطة مثالية. يحلان اللغز، يتعلمان الدرس، ويأكلان الكعكة. مستر سمول انتبه. لا تقلق، أنا أكروباتي قوي بالفطرة. لن نمسكهما أبدا. لقد وجدتها، لكن عليك أن تتحمل. يلا أسرع 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 أسرع. انظر، لما العنف يا أخي؟ تعرف جيدا أني أستجيب للحنان. سوري مان. أفضل بكثير. أوكي، لا تتحرك. تمام داروين. طيب، هذه المرة أقرب. ماذا نفعل الآن؟ لا أدري، نطلف الدواليب. لا بليز، حرام، أنا لا أمشي بلا العصا. اطمئنا، سأخرجكما من هنا. لا حال، اقفز وخلص نفسك. داروين، امسك بي. اكيد هما بخير. لا. أهلاً، أكياس الناتشوز هذه لبابا. هذا صندوقنا، أخطأنا صندوق يا داروين. ما زال في مكبي مستر روبنسون. بإمكاننا إعادتهما إلى البيت قبل وصول الشرطة. نعم، معك حق، حتى العاطل عن العمل يشعر بالأهمية بالكرافات. يشعر أن لحياته هدفاً ولو لم يفعل شيئاً. أتعرف واترسون، أنا وأنت متشابهان تماماً. ولو لم يرمنا الأولاد في مكب النفايات وتحدثنا لما كنا عرفنا ذلك أنا وأنت أبداً. شباب، أخيراً. كم أكره عملي، يحصلون على فرصة ثانية ولا يتعلمون منها. مهلاً مهلاً، الحق علي. لا تستمع إليه، عجوز فاشل عديم.